معايا على التليفون الناقد الرياضي الكبير الاستاذ حسن مستكاوي. استاذ حسن صباح الخير واهلا بحضرتك يا فندم. صباح النور يا دينا، اهلا بيك. ازيك؟ اهلا بحضرتك يا فندم. كابتن حسن، يعني مش هسال حضرتك عن النواحي الفنيه، بس هسال حضرتك عن منتخبنا امبارح. اداء المنتخب كنت شايفه ازاي؟ شايف مين افضل اللاعبين اللي كانوا متواجدين امبارح في المباراه؟ لا، هو طبعا احنا عملنا ماتشات فيها شكل من اشكال الكفاح والنضال والحماس والجهد، وده روح عاليه جدا، ودي لعيبه يعني بتلعب عشان العالم بتاع بلدها، وده مكسب مهم قوي. والحقيقه انا بخرج شخصيا من الامم الافريقيه، مثالي مصريين كتير كمان، بشقين، شق رياضي وشق تاني اجتماعي وسياسي. الشق الرياضي ان احنا وصلنا نهائي افريقيا، ما كناش نتوقع ده. وانا شخصيا قلت قبل البطوله احنا لو وصلنا للدور قبل النهائي ده يبقى انجاز لكوبر وللعيبه. الحمد لله وصلنا للنهائي. ما فيش دوله في العالم بتضمن مباراه كوره او بطوله كوره. احنا عوضنا النقص، اللياقه البدنيه والقوه، بالحماس والنضال والتكتيك الدفاعي اللي كان لازم يلعب بيه كوبر مضطرا عشان يقدر يستمر الى المباراه النهائيه. سياسيا واجتماعيا المصريين التفوا حوالين حاجه واحده لاول مره من مده طويله. صحيح. كسبنا فرحه الناس، كسبنا احترام والحب والحماس ان احنا نلتف حوالين العالم. دي حاجات كلها كانت مفقوده في الفتره اللي فاتت. احنا دايما كنا دايما بنجادل ونختلف على اي شيء في المباراه دي او في البطوله دي. المصريين اتفقوا على حاجه واحده، ده مكسب مهم جدا. صحيح. لكن في النهايه احنا كسبنا جيل جديد عايز شويه تطوير وتعزيز، وان شاء الله نعوض ده بان احنا نوصل لكاس العالم ان شاء الله. كابتن حسن، لو حضرتك هتدي منشات كده او عنوان صحفي للمنتخب المصري طول فتره البطوله وادائه في كاس الامم الافريقيه، تقول عنه ايه؟ منتخب المناضلين. منتخب المناضلين. المناضلين. طب فكرة تكريم المنتخب، وده واحد من الحاجات اللي ممكن تكون بترفع من الروح المعنوية للمنتخب، خصوصا ان بعد الماتش الحقيقة احنا كنا زعلانين اكتر للمنظر اللي احنا شايفينه وسط اللعيبة وبكاء اللعيبة اللي احنا كنا متأثرين جدا بيه. حضرتك شايف موضوع التكريم ازاي؟ اهم تكريم اللغة اللي في الشارع وفي الاعلام تبقى كلها تقدير واحترام للرياضة والاداء اللعيبة، وان هي دي الرياضة. حفلات التقطيع اللي بتحصل زي كل مره، صحيح، يا ريت ما حدش يعملها ولا حد يفكر فيها ابدا يعني. صحيح صحيح. لان هي دي الرياضه. ده اول تكريم. التكريم الثاني ان يعني الدوله تكرمهم تقديرا، عشان بس نرسخ فكره ان اللي بيبذل مجهود وبيكافح ويناضل يستحق ان هو يتكرم، او يستحق ان احنا نشد على ايديه. انا مش عايز مبالغه في التكريم، مش بقول اوسمه، ومش بقول الحاجات دي كلها، انما يبقى في شكل من اشكال التكريم والتقدير من الدوله لاولاد شباب رجاله جدا كان هدفهم الاول والاخير يعني رفع العلم. دي حاجه مهمه جدا يعني. صحيح، وجايز ده اللي احنا عاملينه يا كابتن حسن النهارده. بس عايز اسال حضرتك عن كوبر. في ناس كتير قوي الحقيقه يعني كانت رافعه الاوسمه كلها في الماتشات اللي احنا كسبناها، لدرجه ان هم اطلقوا عليه مولانا الفتره اللي فاتت علشان النجاحات اللي حصلت. النهاردة وبعد الخسارة الناس بتقول شيلوا كوبر. رأي حضرتك ايه؟ لا لا لا، يستمر طبعا. يستمر، واحنا بنقول برضو من قبل البطولة بكتير هو محتاج ان يطور يطور فكرة الهجوم. هنعمل ايه لما ناخد الكورة؟ ده اللي محتاج يطوره. لكن انا عايز اقول لحضرتك حاجه بس بوضوح بحياتك عشان يعني نوصل لها على طول. اتفضل. احنا كوبر لعب كده عشان يعوض فروق اللياقه والقوه والصحه ما بيننا وبين الافارقه. حضرتك لو رجعتي لكل، انا لما اقول منتخب مناضلين ونضال، راجعي كده الخمس مباريات. احنا بنناضل لان في فرق في القوه واللياقه والصحه البدنيه ما بين لاعبتنا ولاعبتهم او اللعيبه الافارقه. صحيح. الفرق ده اضطر كوبر يلعب بالطريقه دي عشان يعوض ده. وهو مضطر يعمل كده. واضح قوي الاجهاد كان واضح جدا على المنتخب في ماتشين مهمين جدا، غانا والكاميرون. لعبنا اول 10 دقائق مهاجمين بس بعد كده ما قدرناش.
صحيح. طب رأيك ايه، او يعني شايف ازاي عصام الحضري؟ يعني عصام الحضري برغم من السن الا انه ما شاء الله، يعني انا مش بتكلم على امبارح، انا بتكلم على طول فتره برضو الفتره اللي فاتت والماتشات اللي فاتت، عصام الحضري الحقيقه يعني حافظ على مستوى اكتر من متميز. رأي حضرتك ايه كمان في لقب اللي اخده وهو افضل حارس؟ ده افضل حارس رابع مره لخمس مرات، يعني حاجه عظيمه جدا وانجاز مميز. وده واحد عنده اراده حديديه، لان سن 44 سنه مش حد بيقدر يلعب للسن ده على مستوى البطوله، على مستوى المنافسه. الماتشات دي مش سهله، صحيح، الماتشات دي صعبه جدا جدا. هو ممكن يلعب كره خماسي والسن ده يعني، ويلعب مع اولاده ومع مش، لكن على مستوى البطوله صعب قوي. يبقى عندك 44 سنه وبتلعب على هذا القدر من الاجاده والقوه واللياقه البدنيه في المستوى التنافسي العالي ده، صعب قوي الحقيقه يعني. برافو عليه طبعا. طبعا انا بشكر حضرتك جدا جدا كابتن حسن المستكاوي الناقد الرياضي الكبير، شكرا جزيلا على مداخله حضرتك معانا يا كابتن حسن. وفعلا يعني عصام الحضري يعني بجد تحيه احترام وتقدير، قدر في هذه السن ان هو يحافظ على لياقته البدنيه، قدر ان هو مش بس يكون في الماتشات، ولكن هو كمان قدر ان هو يحافظ على شباك نظيفه خلال فتره المباريات اللي فاتت. يستحق هذا اللقب وهو افضل حارس، هي مش المره الاولى فعلا، ولكن المره دي يستحقها بجداره. يعني عصام الحضري بصراحه يعني احنا كلنا بنحييه، لان هو ادى اداء افضل من ممتاز خلال فتره البطوله كلها.